إذا لمناقشة الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وإمكانية المساءلة ومحاسبة مرتكبيها، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المتخصص في الشأن الفلسطيني صلاح الدين العواودة. أستاذ صلاح الدين، مرحبا بكم. يعني جريمة في وضح النهار ترتكبها قوات الاحتلال عبر إعدام شاب فلسطيني أعزل، ألم يكن بالإمكان تجنب ما حدث؟ هل هو متعمد ذلك؟ الحقيقة أنه في ظل خصوصا الحكومة الجديدة، رغم أنها لم تستلم الصلاحيات بعد، ولكن وفق نتائج الانتخابات الأخيرة وانتخاب 20% من الجيش، يعني من قوات الأمن الصهيوني، لحزب بن كثير العنصري المتطرف، هذا يدلل على أن هناك نسبة كبيرة من قوات الأمن الإسرائيلية هي أساساً تنتمي إلى هذا الفكر وهذه الأيديولوجيا العنصرية المتطرفة. نعم. بن كثير وأيديولوجيته ينادون بقتل الفلسطينيين بدون جريمة، بالضبط كما حصل، يعني إعدام ميداني لأي شخص يشتبهون به سواء حمل سكين أو لم يحمل، يعني مجرد رؤية فلسطيني في الشارع وبالنسبة لهم هذا يشكل خطر وبالتالي مبرر لقتله. فأعتقد أن الجرائم وتصاعدها هو بناء على روح هذه الانتخابات وعلى الرياح التي تشبت من أو نشبت من نتائج هذه الانتخابات. هناك نوع من الإسناد يشعر به الجنود الآن من فوز بن كثير، يعني يظنون بأنهم كانوا سابقا مقيدي الأيدي ولا يستطيعون إطلاق النار متى أرادوا وكيفما أرادوا على الفلسطينيين. في ظل حكومة نتنياهو بن كثير الآن هم يشعرون بأن أيديهم مطلقة للقتل بسبب وبدون سبب. أستاذ صلاح الدين، يعني أعود وأكرر ولكن نريد منكم تفصيلا أكثر، يعني قوات الاحتلال قتلت 10 فلسطينيين في 3 أيام، ما الرسالة التي تريد إرسالها الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالنسبة للشعب الفلسطيني؟ أنه إما أن تستسلموا، إما أن تستسلموا ولا تقاوموا بأي شكل من أشكال المقاومة وتتركون نبني مستوطنات أينما أردنا ومتى أردنا وبالحجم والشكل الذي نريد، وإما تقتلوا أو ترحلوا، تتركوا فلسطين وترحلوا. هذه رسالة بن كثير، هذه رسالة حكومة اليمين الحالية سموتريتش وبن كثير، وبالتالي على الجميع أن يفهم هذه الرسالة فلسطينيا وعربيا ودوليا. نحن أمام حكومة عنصرية مجرمة تريد إبادة الشعب الفلسطيني وفرض أمر واقع، وستطال الاعتداءات البشر والحجر والشجر وستطال المساجد. المسجد الأقصى اليوم على رأس جدول هذه الحكومة، يريدون تغيير الواقع. بن كثير يعلنها وسموتريتش يعلنونها بصراحة، وليس الأمر في القدس والضفة الغربية فقط بل في النقب والجليل. يعني لم يعد هناك مواربة في الحديث عن عملية تسوية، عن حل دولتين كما كان قبل 10 سنوات وقبل 20 سنة. الآن الحديث بشكل مباشر وواضح وصريح. أستاذ صلاح الدين، هل هناك إمكانية لمحاسبة قوات الاحتلال، خاصة يعني نحن سألنا هذا السؤال خاصة مع دعوات هناك للاتحاد الأوروبي لمساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم؟ حتما ممكن محاسبة هؤلاء والفرصة مناسبة، يعني وجود بن كثير الذي تعرفه أوروبا وتعرفه الولايات المتحدة بشكل جيد، وهي من حذرت من انتمائه للحكومة، وهي من قالت بأن وزراءها لن يتعاملون معه، هذا يعني أن هناك أجواء مواتية لمحاكمة الاحتلال، وهناك قرارات دولية اتخذت لتسمح بمحاكمة الاحتلال سواء في محكمة الجنايات الدولية أو من خلال المؤسسات الدولية والأمم المتحدة. هناك ظروف تنضج يوما بعد يوم لمحاكمة الاحتلال ولمحاسبته على جريمة الاحتلال بحد ذاتها وما يتعلق بجريمة الاحتلال من جرائم أخرى، من قتل وإعدامات ومصادرة أراضي وهدم بيوت وكل الجرائم التي يقوم بها الاحتلال ليلا نهارا وفي كل يوم. هناك من يقول أستاذ صلاح الدين إن الاتفاقية الأمنية التي وقعتها الحكومة الفلسطينية، يعني هناك من يقول كانت مبررة لهذه الجرائم ضد الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال، مدى اتفاقكم مع ذلك؟ هو
هو لا يحتاج الاحتلال إلى اتفاقيات، لكن وجود مجرد وجود السلطة الفلسطينية توقع اتفاقيات ومستمرة بالتنسيق الأمني وربطت مصيرها بمصير الاحتلال هو يعطي ضوء أخضر للاحتلال. يعني هذه القوة التي يستخدمها جيش الاحتلال وبن كثير ونتنياهو لقتل الفلسطينيين، جزء كبير منها من السلطة الفلسطينية، يستمدون قوتهم من السلطة الفلسطينية. وإذا كان هناك من يريد أن يردع الاحتلال فيجب أن يكون هناك قرار للسلطة الفلسطينية. يعني لا يستطيع الشعب الفلسطيني على الأرض أن يقاوم الاحتلال ويكسر شوكته، والسلطة الفلسطينية على صدر الشعب الفلسطيني تخنقه وتقيد يديه وتمنعه من المقاومة. ولكن في هذه النقطة تحديدا أستاذ صلاح الدين، ولكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا الأمم المتحدة لفرض حماية دولية للفلسطينيين، هل ترى مجالا في هذه الدعوة كي تكف القوات الإسرائيلية عن قتل الفلسطينيين؟ لو الرئيس الفلسطيني كان جادا في هذا سيطلق يد المقاومة في الضفة الغربية وسيخلي مسؤوليته عن الشعب الفلسطيني ويضع ويخلي بين الشعب الفلسطيني وبين الاحتلال، ساعتها سيكون العالم كله مجبر للتدخل. العالم لن يقف مكتوب الأيدي ولن يقف متفرجا عندما يشتبك يعود الشعب الفلسطيني إلى الاشتباك مع الاحتلال كما كان في الانتفاضة الأولى والثانية. نفس المبررات، نفس الأرضية التي أدت إلى اتفاق أوسلو ستعود فورا، وسيعود العالم ليركض وراء أبو مازن وراء الفلسطينيين، تعالوا نتفق، تعالوا نعطي حل دولتين. ولكن وجود سلطة فلسطينية تضمن الأمن للاحتلال وتعطي العالم تخدع العالم عمليا، وكأن هناك دولة فلسطينية وكأن الشعب الفلسطيني يعيش حرا مستقلا على أرضه، وبالتالي لا مجال لتدخل العالم. يعني لا يجوز للعالم أن يتدخل، والفلسطينيون أنفسهم ليسوا لا يتدخلون. يعني محمود عباس رئيس فلسطيني يطالب بتدخل دولي وحماية الشعب الفلسطيني وهو لا يقوم بحماية الشعب الفلسطيني. العالم يتدخل والأمم المتحدة تتدخل عندما الشعب الرئيس الفلسطيني نفسه يكون مهددا، أما عندما يكون يسافر ويذهب إلى أينما أراد ولديه بطاقات VIP وينسق أمنيا مع الاحتلال، يحمونك ممن؟ أنت تتعاون مع الاحتلال، كيف نحميك من الاحتلال الذي تتعاون معه؟ يجب أن يكون حالة حرب، يجب أن يكون حالة عدوان حتى يتدخل العالم للحماية. عندما تدخل العالم في البلقان كان الشعب البوسني يذبح، لم يكن هناك سلطة بوسنية في البوسنة والهرسك تتعاون مع الصرب. كان شعب يواجه الصرب فتدخل العالم لحمايته، وكذلك في كل مكان في العالم يحدث فيه مواجهة يجب أن يكون حرب حتى يتدخل العالم. أما أن سلطة تتعاون مع الاحتلال وتعتقل المناضلين وتقدم الورود للاحتلال وتجتمع مع وزير الدفاع ومع رئيس الشباك ومع كذا وكل يوم تنسيق أمني ثم يقول للعالم تدخل، ماذا يتدخل العالم؟ يعني جاي معزوم العالم يأكل المنسف عندك يا محمود عباس؟ العالم يتدخل عندما يرى دماء، عندما يرى مواجهة، عندما يرى مقاومة، عندما يصرخ الاحتلال نفسه العالم سيتدخل. أستاذ صلاح الدين، الفصائل الفلسطينية قالت إن ما يحصل يعكس فاشية الاحتلال، وأيضا قالت سيأتي الرد على هذه الجريمة وغيرها، هل نتوقع تصعيدا من قبل الفصائل في الوقت الراهن؟ للأسف الفصائل لم يعد بقوتها غير هذه البيانات السخيفة التافهة، لا تستطيع الفصائل أن تفعل شيء. الفصائل يعني كمن ينفخ في قربة مخزوقة، يريدون أن يشعلوا مواجهة ويشعلوا مقاومة، والسلطة الفلسطينية تثبت الشعب الفلسطيني وتجبره على الخضوع تحت الاحتلال. الفصائل لا تملك غير هذه البيانات حقيقة، هذا يعني دليل على ضعف الحالة الفلسطينية وعلى سوء الحالة الفلسطينية. الفصائل لا تقوم بدورها، لا تستطيع أن تقوم بدورها أو غير راغبة عن القيام بدورها، وبالتالي المسؤولية عموما على الفصائل وعلى السلطة الفلسطينية التي تمنع أشكال المقاومة. لم يعد بإمكاننا كفلسطينيين إلا أن يذهب الرئيس الفلسطيني للأمم المتحدة ويطالب بالحماية. ونحن كفلسطينيين نصدر كباقي فصائل نصدر بيانات ونهدد الاحتلال والاحتلال يضحك. أستاذ صلاح الدين، إذا كنت تستبعد يعني الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الاحتلال الصهيوني وأيضا تستبعد دور المقاومة الفلسطينية، ما الحل برأيكم لوقف هذه الانتهاكات؟ فقط بالمقاومة، المقاومة هي التي تدعي تدخل العالم. العالم تدخل ومجلس العالم لحقوق الإسلام، المجلس الدولي لحقوق الإنسان تدخل
عام 2008 وكان هناك تقرير جولدستون تدخل العالم وأجبر الاحتلال أن يذهب إلى اتفاقية إلى مدريد وإلى اتفاقية أوسلو بسبب الانتفاضة الأولى. يجب أن تكون هناك انتفاضة وتكون هناك مقاومة ويجب أن يردع الاحتلال. الانتفاضة الأولى تقلص عدد الاستيطان بنسبة 80%، في الانتفاضة الثانية تقلص بنسبة 90% تحت ضرب المقاومة بالحجارة. الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية كما قطاع غزة قادر على إخراج المستوطنات وتفتيتها بالحجارة، ولكن يجب أن يترك ليقاوم، ولكن السلطة الفلسطينية تفعل العكس. السلطة الفلسطينية تمنع تفتش شنط طلاب المدارس الابتدائي والإعدادي حتى لا يكون في شنطته حقيبته حجر أو سكين، ثم تطالب بالحماية الدولية. أنت تحمي المستوطنين وتحمي جنود الاحتلال وتتعاون معهم ثم تطالب بحماية دولية، هذا غير منطقي. هل يمكن التعويل على مجلس الأمن الدولي في إيقاف قتل الفلسطينيين أستاذ صلاح الدين؟ بالتأكيد أنا أعول على مجلس الأمن الدولي، ولكن ليس في الواقع الحالي. يجب أن تكون هناك انتفاضة، يجب أن يصرخ المستوطنون، يجب أن يصرخ المستوطنون، سيتدخل مجلس الأمن الدولي ليس شفقة على الفلسطينيين وإنما شفقة على الكيان الصهيوني، لأن الشعب الفلسطيني قادر على تفكيك هذا الكيان وتعريته وكشف جرائمه وكشف وجهه القبيح. عندها سيتدخل مجلس الأمن لحماية الكيان ليبقى. وهذا هو هذا أكرره للمرة المليون، هذا السبب الذي أدى إلى أوسلو. يجب أن تعود الظروف التي أدت إلى أوسلو، إلى تدخل الولايات المتحدة وتدخل الرباعية وتدخل الأوروبيين لفرض اتفاق ولفرض نعم استاذ صلاح الدين. من إسطنبول المتخصص في شأن الفلسطيني صلاح الدين العواودة، شكرا جزيلا لكم.